علمت قناة شوف تي في من مصادر خاصة أن سبب إسقاط الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من اللائحة النهائية للأسود التي ستواجه موريتانيا وبوروندي خلال الأيام القادمة هو التوتر الذي وقع له مع زميله بفريق النصر السعودي نور الدين أمرابط. خليلوزيتش يعتبر اللاعب حمد الله صعب المزاج لما رفض أن يسلم لزميله المرابط الكرة لتنفيذ ضربة جزاء في إحدى مباريات الدوري السعودي، لهذا فضل عدم استدعائه للمباراتين الوديتين. وكان خليلوزيتش قد وضع اللاعب حمد الله في اللائحة الأولية قبل أن يستغني عنه في اللائحة النهائية.